السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتنا إليكم خوتي، عدنا إليكم بفيديو جديد من سوق تمالوس للمواشي الأغنام والأبقار والماعز. سوف نقوم بتغطية خاصة بالأسعار في باش عيد الأضحى إن شاء الله. تابعونا على القناة واخبط جام الفيديو، دير جام، لازم تشوف الفيديو دير جام باي لحقك الجديد. تابعونا على القناة. بو خوتي، الآن سوف نتنقل إلى سوق الأبقار بتمالوس لننقل لكم بعض الأسعار. بو السلام عليكم رجال الزينين، كنت في السوق تاع البقري؟ هاي يعطيونا كاني انا بسم الله ما شاء الله. هذا وين داخل نصور؟ ايوا هاي احكي لي، طلع السوق قبل ما ندخل ونز. الله عليك يا خويا العزيز، مع مامن تاع رومانيا الغلم هادي راهي. الغلم مفروغ منها، احكي لي على البقري. البقري راه راقد السوق، راه راقد هو ثاني السوق، ما كاش شاري في الموس في تاع التربيه، كل انواع الشاري ما كاش، خلاص الناس خايفه هايبه، ما كاش حتى واحد كيقول لك. ربي يجيب الخير، اللهم امين اجمعين يا خويا لز. ربي سبحانه وربي يكون الخير وربي يعطينا الخير، وهذا ما كان. وانتم موالفين تخدموا السوق؟ استنى كاينه حاجه يا اخي، ما تقلقوش كي نصوروا حنا، انا يقولوا لي قالوا لي في الستي ولا السوق. قالوا لنا في الستي والسوق، انتم باللي تصوروا كي تهزوا لي بري. يا اخي حاجه مليحه هذه، حاجه مليحه وبربي ان شاء الله تتم. تسمى انت وما راهش يقعد هناك. ايوه وش... ان شاء الله تجي حاجه خلاف، احنا ماذا بينا ترجع السوق حاجه خلاف. سي نورمال، وحنا كي رانا نصوروا هنايا، رانا نزيدوا نشهروا بالسوق، الناس تولي تعرف السوق تاع تمالوس، السلعه تولي تدخل. كاينه ولا ما كانش؟ ان شاء الله ربي يربي بالخير ان شاء الله. اللهم امين. بارك الله فيكم الاشتراك معنا في القناه يا خوتي. المهم اخوتي، كما راكم تشوفوا هادو تلاقيناهم بالصدفه، شغلونا على البري. البري راه ما يقولوا البري راهي راقده الدعوه. نحاولوا نصوروا لكم بعض الاسعار ان شاء الله يا سهل ربي. تابعونا خاوتي، اضغط جام الفيديو ليصل كل ما هو جديد. بو خاوتي كما راكم تشوفوا، هذه سلعه الموس، هذه حشيش، وهذه حشيش ماشي قريسه، هذه حشيش اخوتي، هذه من سوق تمالوس. السعر واش عطاو لك في هذا الكحل؟ عطاوني 35 ونص. عطاو لك 35 ونص، وهذا وفي زوج عطاوني 68. دقيقة برك، وفي زوج عطاو له 68 على بعضهم اخوتي. تفضل يا عمي. أرواح مال البقري، أنا نحتاج في البقري، ما نقدرش نصور، ما لقيتش لي شغل معايا. أرواح. ها؟ الله. ما عندناش الشعر في البلدان، هذه تعمل. هو عندنا السلعة، الله يبارك ما شاء الله. واش راه؟ منين هذا؟ جزائري، وهذو تعمل تاع الجزائر. تاع الجزائر، ري. خلاص 35 ونص في زوج 68. بصح هما. يا ربي هذا ما قلعش. يا أخي دخلوا اللحم نتاع السيراد هذه. طاح السوق ولا ما طاح؟ فسدوا عليكم، فسدوا عليكم، رجع راهم يقولوا فسدوا علينا حبي، يقول وراكم خاسرين، خاسرين. ها رجع السوق بزز ملاي، هو يقول لك رجع السوق. ها في هي يعني سقسيفي، احنا في الخرفان طاح مفروغ منها. دوك حنا في البقري نبغى نتاع البقري يا اخي، ما يستوردوا فيها اللحم كونجلي، هم يدخلوا فيها تاع البرازيل. دوك بالمقايض. كيف بالمقايض؟ بقالي جمعتني حاجه. او ايه راهي شي السوق تاع المقايضه، شفتي واش يا جماعه؟ المهم اسلام ما يعقلوها بالك بكل اسلام، ما نتوجهوش حنا للبوليتيك، الله يسهل. هاي رسمي هكا رسمي. اه سوق حتى من راسات. اه دخلوا الشعب بالمقايضه، ما رشيش هذاك البال الذبح اللي تما باطوار كيما يقولوا له. ها ما عنده باطوار كيما من للطريق. هي هذيك ترجع للمسؤولين، ترجع للمسؤولين كيفاش يتفاهموا. سامحني نكمل بقى. اول شيء اول شيء قام شيء نورمال، انا مش عيا مولا الكاسكيت ولا اللحيه هذا هنا. عيط له عيط له. الشيخ السلام عليكم. اروع شغلنا شويه على السوق تاع البقري. راهو يقول تعرف راهو يقول ما يعرف، عندي مده ما دخلتش السوق انا. المهم اخويا العزيز، واش راح نقول لك؟ بارك الله فيك الاشتراك معنا في القناه، وربي يعاونكم خاوتي. يا الله يهنيكم. صح بو خاوتي،
بسم الله ما شاء الله من سوق تمالوس نعود إليكم ببضاعة أخرى وتتمثل في حولي. الله يبارك ما شاء الله نتاع تربية هذا اللي حاب يخدم على روحه ويقرس للعيد إن شاء الله. هاي البضاعة بوخويا العز قد عطاوك هنا قد سموك؟ عطاو له 35 30 هذا عطاو له فيه 30 30 ايه وسومة البيع شحال؟ شحال تاع البيت؟ هذا خاوتي كما راكم تشوفوا راهو طالب فيه 33 بوخويا العزيز. واش قلنا في السوق دوك نرجعوا ليك انت كيش ما تقولنا في السوق تاع اليوم كيفاش كان البري؟ اش قنعك ما قنعك ساموك؟ الرزق على ربي يا خويا الرزق على ربي سبحانه خويا كيما تشري قال واحد كيعطيك ربي انت تسلك تبيع تربح سما الرزق على ربي سبحانه ربي. عندك الحق على ربي سي نورمال. ايه هذه خاوتي من سوق تمالوس للابقار لنهر اليوم سلعه التربيه. المهم كيش ما تزيد تخلي كلمه نزيد خلينا كلمه واحده حتى كلمه ربي يعاون كل واحد. اللهم امين. بارك الله فيك الاشتراك معنا في القناه وربي يجيب لك السوق ويا العزيز. الله يهنيك تعيش بارك الله فيك. خاوتي نحاولوا نزيدوا نقل لكم بعض الاسعار ان شاء الله تابعونا. خاوتي واش اللي تصبر يضحكوا عليا وانا نروح بو خاوتي من سوق تمالوس. هاي كاينة عدنا إليكم ببضاعة أخرى تمثل هذه حولية العزيز مثلا ما قلعش ولا قلعة هذه إيه تنية تنية سنة تنية هذه خاوتي. السومة واش عطاو لك فيها؟ السومة عطاو 29.5 السومة عطاو 29.5 وسومة البيع مازالت بعيدة مازالت سومة البيع راهو يقول مازالت راهي تنية تنية عاقلة العقلة عاقلة برا هدية هي على ميلان. وشحال طلبت لهم قلنا؟ هذه خوتي ضرة ثنية ضرة على ميلاد راه طالبها قد قلنا طالب فيها 35 هذه من سوق تمالوس خوتي نهار اليوم. دوك ندورو لك خويا العزيز واش رايك في البري اللي عطاو لك واش رايك في السوق؟ قلناك ما قلناك السوم اللي عطاو لك؟ قلنا الصوار ديما كان راهو يقول الصوار ديما كانش. والسوق تاع اليوم كيفاش بان لك؟ تبان لي رخيص. السوق رخيص. والشعب اكثر من الحيوان، البشر اكثر من الحيوان في السوق، والبيع ما كانش حابس، فريني. بيع حابس من فريني. قتلونا بالخروف تاع رومانيا. هكا. ابو الحياة. ويأثر الخروف تاع رومانيا يأثر على ثاني على البقرية. يأثر على كلش. هكا. اللحم ولا توجه. نقول لك حاجة ترهيب برك هذا الخروف تاع رومانيا وما يدير والو. نقول لك كيفاه كي نهار يقرب العيد تولي لي بري دوبل. ما يجيش حتى نصف الخروف اللي هنا. والكيلو يدير 200,000. الكيلو هو يدير 200,000 هو رايح للباطوار. هو يشري تاع 300,000 ولا تاع والله. رومانيا 200. تسمى ما كاينش ديفيرونس اللي هاي فاين اللي تهبط السوق زعما ترقدوا خلاص. ها ها والله. المهم اخوتي هذه البضاعه من سوق تمالوس لنهار اليوم. خويا العزيز بارك الله فيك الاشتراك معنا في القناه وربي يجيب لك سم باهي. الله يهنيك خويا العزيز. تحب تخلي كلمه واحده اخرى خلي نورمال اش ما تزيد تهضر. الشعب راح يزلطك كل الشعب راح يزلطك كل هذه خليها كلمه الاخيره. بارك الله فيك العزيز. الله يهنيك ايه الرجل الطيب ملي خطيتنا سلعات فين هي السلعه؟ هيا ترى نهبط نصور معاك روح معها بورز تابعونا اخوتي نقول لكم بعض الاسعار ان شاء الله. بو خوتي من سوق تمالوس نعود اليكم ببضاعه اخرى وتتمثل في بقره. هذه بنها ولا هادو بنتها؟ اسمع بنتها 44 هذه عطاولك فيها 44 وهذه يا عمي نور الدين 35.5 هذه تاعك 35.5 وسومة البيع مازالت بعيدة سومة البيع مازالت بعيدة وعمي نور الدين ها شغلنا شوية على السوق تاع اليوم كيفاش لي بري ساموكم ما ساموكم حابس السوق حابس الدوله
هذه في 35 44 44 هذه 44 عندها هذه بنتها ولا هذه عجله ايوه عندها حولي هذه من سوق تمالوس اخوتي وهذا عمي نور الدين هذا معروف هذا في الميلية في تمالوس يعني يعرف السوق تقدر تعطينا الاسباب اللي خلت السوق يبلوكي يا عمي نور الدين العلف بصح الحشيش حتى السنه الله يبارك العلف غالي واش راح نقول لك عمي نور الدين بارك الله فيك الاشتراك معنا في القناه وربي يجيب لك مقسم باهي الله ينك بو خاوتي كما راكم تشوفوا من سوق تمالوس نعود اليكم ببضاعه اخرى وتتمثل في بقره ليموزين قدم لي هنا هذه البضاعه خاوتي من سوق تمالوس السعر واش عطاو لك فيها هذه الاس 31 عندها 4 شهور هذه عطاو له فيها 31 عندها 4 شهور بالطبيبه بالطبيبه خاوتي وسومة البيع مازالت بعيدة 35 راهو طالب فيها 35 اخوتي هذه من سوق تمالوس لنهار اليوم 31 ها هو هذاك من هنا عطاه 31 هنا ها حسنا شوف بالك يديها ديريكت ان شاء الله دوك نشغلوا معاك شوية واش رايك في السوق تاع اليوم؟ واش رايك في البري ساموك ما ساموكش؟ السوام كاينه ما كانش السوام كاينه والبيع ما كانش تسمى دوك انت هاو صادقك هنا ب 31 اسنا شوف بالك حنا نكونوا في الخير عليك حنا كنا نصوروا وانت جيت عطيت له 31 صادقتي له برك ما زدتيهش هيا تفاهموا ترى اش بالك تتراضوا اي شيخ الله يهديك صاحبو ان شاء الله باك ربحتي دوا الله يجعلها مربوحة إن شاء الله هاي أو بعد له أعطي 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 المهم اخوتي هذه من سوق تمالوس لنهار اليوم البيعه تاعها راهي هي في الثلاثينات البيعه تاعها المهم واش زيدوا تخليوا لنا كلمه واش زيدوا تخليوا لنا كلمه ناس رمضان جمال دقيقه بك واش قلنا في السوق تاع اليوم اصاحبي والله السوق تاع اليوم اخويا الخير كاين في ربي بصح الشاري يجيب ربي الشاري يصوم ويهرب هاي يصوم ويهرب نورمال ما كاينش شاري ايه واش راح نقول لكم بارك الله فيكم الاشتراك معنا في القناه اللهم امين يا رب العالمين ويسقوا يرجعوا مازال يزيد يرجع يزيد يرجع بالخوف تاع رومانيا هذا نشوف السوق بصح ما عندهم الحق يطيحوا فيه غلا فوق الحق غلا فوق الحق إيه غلا فوق الحق الصوبي اللي عيط الناس تعيط واش عندي فيه مبوكو غير يقول لي 5 ملايين صح بيناتنا الخروف ما يجيش للبقر يا جماعه هاي طيح كل شيء يا فات البقر يا فات كل شيء هكا يا فات كل شيء باغا هاي كيطيح الحم يطيح كليا بصح ما راهش يطيح بزاف البري الكيلو يدير 200000 200000 يدير في البوشين تاع هذا تاع رومانيا وانت انا قد لا يدير نتاع الخروف يدير 240 240 تسمى 40 فوق 50000 ما درنا والو ماشي حاجه اللي تخلي السوق يريب خلاص فهمتي يريب شويه المهم اخاف اللهم امين بارك الله فيكم الاشتراك معنا في القناه وتحياتنا للناس رمضان جمال خويا العزيز ربي يهنيكم بو خاوتي كما راكم تشوفوا نعود اليكم ببضاعه اخرى من سوق تمالوس وتتمثل في بقره واش عندها هذه يا عمي بنها ولا بنتها؟ بنتها عندها حولية بنتها السومة واش عطاوك معها؟ السومة عطاولك 44 العمر تاعها هذه قداه؟ 6 سنين 6
ست سنين سبع سنين راهو يقول ولي منا ولي منا باش تزيد تشغل معنا بو خاوتي قد قلنا البري عطاو لك 44 وسومه البيع راهو طالب فيها 50 هذه خاوتي من سوق تمالوس هاي البضاعة خاوتي واش يكونوا في الصورة هاي البضاعة وعندها نتوى هاي هنا بنتها حولي الله يبارك بعدها كيفها واش من نوعية هذه يا عمي تعمل هادنا ولا مشت له هذه موبيليارة لا راس عن خارج الله يبارك ما شاء الله ايه واش تقولوا لنا في السوق لي اليوم كاش ما خصنا بالواحد نشغل معاك ونرجع لك ها السوق لي اليوم ما حكمش السوق لي اليوم ما كان مكان ما كان مكان ما بعناش لا بيعناش لا نهار تاع اليوم نهار تاع المهم اخوتي راهم يقولوا في سوق البقري راهو حابس بسوق تمالوس لي نهار اليوم هكذا السلعه واجده بسم الله ما شاء الله نبدا على بركه الله ببضاعه اخرى من سوق تمالوس هادو زوج بقرات زوج ريخات مازال ما مبدلينش دارين ايه عندهم 7 شهور عندهم 7 شهور دقيقه دوك نرجع لك باش نشوفوا باك الناس هاي البضاعة خالتي هاي البضاعة ايه ضارين عندهم 7 شهور على بعضهم عطاو له فيهم 65 على بعضهم وسومة البيع شحال طلبت له يعطيك 65 ولو طالب فيهم 70 اخوتي هادو في زوج ضارين عندهم 7 شهور في زوج هاي البضاعة خالتي طالب فيهم 70 سومة البيع 70 ايه واش رايك في السوق اليوم كيفاش كيفاش راه شاري ما كانش شوف السوق راه خير ربي كاين الخير الخير كاين الخير ربي الخير كاين الله يبارك ربي قوي اللهم امين يا رب اجمعين تسمى حاب يقول السوق السايم كاين كاين شوف الخير كاين الشاري ما كانش الشاري هو اللي ما كانش الشاري ما كانش والاسباب تقدر تفسر لنا شو على حسب واش راهم يقولوا السوق او حابس نهار تاع اليوم كيما درت انا السوق هكذا يا دي وصادي بو شهر هادي سوق حابس الشهر الثاني راه ايه راهم يقولوا الناس دوك لا هي مع تاع العيد مع الغنمي من هكذا واش راح نقول لك خويا العز انت من وين كركرة تحياتنا الناس كركرة الناس الطيبين الناس الطيبين بارك الله فيك الاشتراك معنا في القناة خويا العزيز وربي يجيب امين الله ربي يحفظك خويا العزيز امين الله يهنيك ربي يجيب لك السوق ان شاء الله ربي يحفظك وخوتي بسم الله ما شاء الله نعود اليكم ببضاعة اخرى من سوق تمالوس وتتمثل في بقرة وعندها بعد عجلة حولية عندها حولي او هاي البقرة خاوتي السومة واش عطاو لك عمي السومة عطاو لك 42 عجلة ومعها عجلة وسومة شحال طلبت لها سومة البيع 45 هادي خاوتي كما راكم تشوفوا راهو طالب فيها 45 واش رايك في السوق تاع اليوم ماشي مليح السوق راه رايب 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 كاين اللي مضرب ملايين كاين اللي 50 كاين انت كيما هكا دراهمك مازال ما وصلوش دراهمهم واش هي زعما الاسباب اللي خلات السوق يبلوكي هكا كان حتى اسباب امور سياسيه تاع روح الناس خايفه دخل الخروف الحين كاينه تاع 28 البقري غلات بزاف لازم طيح اي حاجه تغلى ترخص العبد يغلى يرخص سي نورمال عليه وانتوما مع احنا نخدموا بالخساره عندنا درك شهرين نخدموا الله ولا خساره لا خساره نخدموا بالخساره فتسمى ترجعوا في المشكل تاع العلف وكل شيء هو اللي غالي العلف كاين الحشيش كاين الحليب الحشيش درك ماشي الشاريه ماشي فاهمه روحها وين راهي الدور تسمى مبلوكي مورا ب 1 صوب اللي مورا ب 38 صوب اللي مورا ب 35 الناس تخسر اليوم 4 ملايين غدوه 4 ملايين ما يزيدش يشري يبطل يبطل ما يزيدش يشري اي وانت كساب ولا تدور؟ انا ندور وكساب دور وكساب
تما عندك شهرين كيما راك تحكي يجي ربي ما كان والو تشري الخدمه اللوره تبيع رزقك تخسر بيت تشري وتبيع تخسر بيت 40 40 المهم اخوتي هكذا كانت اسعار نهار اليوم لسوق الباقر بتمالوس. السوق راهم يقولوا راهي حابسه. نلتقي في فيديو اخر ان شاء الله. تابعونا على القناه واضغط على زر الاعجاب ليصلك كل ما هو جديد. المهم اخوتي هكذا كانت اسعار الابقار والماعز والمواشي اهو الاغنام من سوق تمالوس. لا تنسوا صلوا على الحبيب المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. المهم أخاوتي ما تنسوش مشاركة الفيديو واضغط جيم ليصلك كل ما هو جديد. نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله.